ليه ايه يا جماعه الحرف الرخم ده؟ يلا. ايه ده؟ اختك غلسه قوي قوي. هجيبها ريح ريح. مفيش حاجه بحرف الريح. لقيت. رغم السكات اللي ساكن كلامنا، رعشة ايديك لحظة سلامنا، رغم انهزامنا وانقسامنا، هيفضل هوايا في عشقك يطوف لو بس قرب، هتقدر تشوف. كل مرة اخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتي يعلي الغناوي، كل ما اجيلك مغامر وناوي، الاقيني برجع لقبل الوصول، واقول بس بس سين سين. يلا انت. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي وعمري. في إيه؟ ما بحبش الأغنية دي الصراحة. ولا أنا. بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم، أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة. كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا، نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة. نبقى واقفين في المحلات، كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين، واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه. كل الناس ماشية بورد، واحنا رايحين جايين رايحين جايين، مش عارف كمية الورد دي. هي جت على الورد. كل الأفلام اللي في القنوات وكل الأغاني اللي في الراديو، تحسي كده إنك محاصرة. مفيش سنة بتعدي ومعيطش في اليوم ده. بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا، كنا محتاجينها قوي. يا جماعة في ايه؟ هتقلبوها دراما ولا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. أنا آسفة بجد يا طاهر، ما كنتش أعرف. هي طنط ماتت ازاي؟ وهي بتولد مصطفى. ازاي؟ كمان ما نتكلمش في الموضوع ده. هو قضاء وقدر ولا غلطة الدكتور؟ غلطة الدكتور، ربنا ياخده. كده مراد يزعل. هو مش ده الدكتور جاركو؟ بابا لينا وابو محسن؟ لا ده انت فعلا ما شفتيش تربية بقى. انت اللي قليل الأدب. ايه اللي بتقوليه ده؟ لا لا اسكتي خالص. هو ايه اللي اسكتي؟ هو اللي قال أدبه الأول، وبعدين أنا بتكلم عادي. بتتكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال؟ ايه ده في ايه؟ اطلعي لفوق يا ليلى. هي مين لينا اللي بتتكلمي عليها دي معلش؟ حبيبة مراد. الكلام ده حقيقي؟ وانت مالك أصلا؟ حياة أمك لزعلك. احترم نفسك ورد عليا. الكلام ده حقيقي؟ انت مالك اصلا الكلام ده صح ولا لا؟ بعدين نبقى نتكلم يا طه. وانت خليت فيها بعدين؟ بتشتغلنا وتقول بعدين؟ ازاي يعني يا مراد؟ هو ايه ده اللي ازاي؟ وانتوا مالكوا اساسا؟ لا مالنا ونص. ممكن تسكت دلوقتي؟ والله العظيم نفضحك. على فكره كل اللي بيقوله كده. انت تعرف البت دي من امتى؟ بقول لك يا طاهر مالكش فيه. تحب تشربي حاجه؟ ممكن. الحق يا بابا لو بيتخانق. هقول هو مين ده اللي مالكش فيه؟ لا 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 يا مخير بس يا مخير بس انت الاثنين يلا بس انتوا الاثنين يا ابني سيبه يا جماعه يا ابني سيبه في ايه بس اهو بس 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 في ايه فهمني في ايه حد يرد عليا الاستاذ بيشتغلنا الاخ مصاحب بنت سالم سالم مين اللي موت امي بطل يا ابني افهم بقى الكلام ده صحيح وين المشكلة يا بابا؟ طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم. أنا مش هتكلم بعدين، أنا حر واعمل اللي أنا عايزه. اطلع اوضتك. بنتك ماشية مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر. أنت مش متربي. كداب يا ماما. أنت تخلصي خالص. يلا، كل واحد على اوضته، يلا. يلا كلكم. اطلعوا.